يستاهلوا كل شيء والله، لو علي يستاهلوا فلوس بدون بيع. طيب هذا لوفيتري بيقدموا حلويات من اطعم البسطات اللي موجوده هنا، وبيقدموا تيستينج للناس. يلا ايش بتبيع يا سيدي؟ في عندنا يا سيدي هنا بسبوسه، لوتس موز، قشطه، ما شاء الله، عندنا كارت كيك يا سيدي، وفي عندنا طبعا كوكيز، بني كوكيز، ريجولار شوكليت، دبل شوكليت، ان كيندر. والثاني مره بنصورهم لانه من جد السنابات راحت حقتهم من اسبوعين، وهذه ثاني مره حرام يستاهلوا. ايوه خلاص الثالثه تابع. دحين نجي عند ياسمينة كيتشن. يلا السلام عليكم، ايش بتبيعوا؟ دحين سناب جاي حنقول لكم ايش بيبيعوا ياسمين كيتشن. ايش بتبيعوا؟ بيع فيشري لايت وبرياني. سلام، وش هذا؟ هذا الدواقة، ما شاء الله، هادي وهادي للدواقة، لكن الواقع اللي بيبيعوه هذا الشيء ولايت وهذا الثلثي، هذا الثلثي يا هنا عندنا النكهة مديني شابورة الكعكي حلقوم وبرديسي. السلام عليكم ورحمة الله. هنا انت ايش بتبيعوا؟ دقيقة، حاليا انت بتسوي هنا بتبيعوا الشابورة وبتبيعوا تباتيك من المدينة؟ لا، هذه اشياء تركية وحلقوم تركي. وحلقوم تركي ها؟ ما شاء الله، الله يديكم العافية ان شاء الله. الحلقوم حقهم it looks amazing straight من تركيا and they are amazing. طيب أميرة أنا تكلمت عنه قبل كده، ما شاء الله تبارك الله ترانينج سيلز، وهذه بهاراتهم ومخللاتهم، بديهم العافية. النبي بيسوي تيستينج للناس هنا اللي حابين يجربوا، ومن جد من جد ممتازين. شوفوا هذا كرتهم، دعين هنحطه. واحنا عند برجر اند فرايز العظيم، الارتباط الديني كالعادة، هذا بطاطسهم رهيب، وهذا عصيرهم، وهذا هو شو بيقلوا بطاطس يا سيدي يا سيدي. هذا عصيرهم، شوف يسوي كيف انت. طب انا بعصير بعد اذنك ممكن؟ ها؟ هتضبطوني بواحد. ناخذ عصير ما ناخذ. لوف بيكري يعني الاسم. السلام عليكم، يلا ايش بتبيعوا هنا يا جماعة؟ بنبيع كوكيز ثلاث انواع، لوتس وفانيليا وكيك بالتوت. بنبيع كوكيز ثلاث انواع، لوتس وفانيليا وهذه كوكيز. كله كيك. حوادق المائدة، هذا تكلمت عنه واديهم العافية لما كنت زعلان ادوني الهدية. خلينا نشوف ايش بيبيعوا. اي سيدي ايش عندكم هنا؟ هذا فنجان مش بارد، هذا عندنا شاي، هذا فوفل، زواجات، هذا الجبين مع الحليب والكيك، جبنة بلبن. طيب هذه جبنة انا اللي حبيتها صح؟ هذه اللي اخذتها، وهذه؟ هذه من مشحار، وهذه المخللات، وهذه ايش؟ من غير مشحار برضه. يا سيدي هذا الزنجبيل يجي مع الشاي الاخضر ويجي مع الحليب، انا احبه بالحليب، ومعاه هذا العيش وهذا حق الرجيم. اي خدمه. حوادق المائده موجودين في مركز شاكر اللي عند الحلواني، موجوده منتجات عنده هناك. مركز شاكر اللي كان عنده ولد دراجه، اللي ما يعرف مركز شاكر هذا ما بيتابعني اكيد يعني. نشيل انا يعني كم ما حد يعرف مركز شاكر. السلام عليكم، ايش بتبيعوا هنا يا جماعة؟ يعني الريش وعشب اللحم. ورينا هو يلا بعد اذنك، دقيقة واحدة، سناب جاي حوريهم. هذا اليغمس صح؟
هذا المنتو وهذا اليغمش ما شاء الله تبارك الله. هنا جريش. صلى على النبي صلى على النبي. عيش باللحم. نبي يبيع الحس اللي ياكل الحس ثقيله يعني تبشر مع القهوه. لو عندك ضيوف الدخن 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 في الشتاء. ايوه وانت الحيسة معروفة حلاوتها بالقهوة العربي، حلاوتها انك تجيكم لحد البيت. هذا الحساب بيسويها يعني. ديهم العافية. الله يوفقك. الله يعطيك. مستحيل انه انا اسوي اي اعلان لهنا. ما شاء الله زحمة عليهم ذكريات زمان. ايش مبيعاتهم؟ بطاطس بطاطس بطاطس. شوف انه حاسن الصدف يا عمتي اخيرا ما نشوفهم غير هنا عشان انا رخيص هنا اكل ببلاش. سلام عشان كذا فهمت علي؟ هذا المحل جارنا، احنا هنا جارنا، والنبي وسع سبع جار فلازم نغطي لهم بطريقه حلوه. ايش بتبيعوا هنا يا جماعه؟ عندنا كيكة كيكز بالنوتيلا ما شاء الله، كيك فراوله، صلى على النبي. يا سلام. ذات الجوري. هذه شاورما بالرقاق، وهذه سندوتشات كودو دجاج. ايش باللحم مظبوط، وشكلها هذه رهيبه. فرموزه ده صح؟ وهذا ايش؟ طير الدجاج. حتطبخ عندي ولا ما حتطبخ يا واد انت؟ حطبخ عندك. متى؟ بكره. لا بكره سوقك قدام. لا لا ما حنطبخ بكره. لا لا. السلام عليكم، ايش عندكم منتجات بعد اذنكم؟ في معجنات وكوكيز ورق عنب منفوخ. وعندكم حساب في انستغرام بتبيعوا من... سعوديه بايدس نسائيه. السلام عليكم، ايش بتبيعوا هنا يا جماعه بعد اذنكم؟ جريش ومرقوق. دقيقه انتم هذول الجماعه بيبيعوا جريش ومرقوق شاورما وشاورما بشاميل. اديكم البلف. وعندهم عريكه يا قلبي. عارف ما شاء الله تبارك الله. في مطعم الشيخه. هذا يا جماعة مطعم الشيخة، هذه محلاتهم في شارع التحلية نسائي وشارع بس نسائي، وشغلهم شكله ممتاز والله. السلام عليكم، يلا ايش بتبيعوا هنا؟ عندك تارت جوز ولوز وبندق و فلينيا ما شاء الله وسينيبر برونيز روشيت وهذا البندق اللي هو هذا اسمه كيك بندق اللي هي الكيك مع قطع جوز ونوتيلا. اميزينج. هنا بيبيع الاستاذ الشيخ الكبير كبير الناس بيبيع قهوه. اي حبيبي يا سلام، هذا حسابهم دحين حصل لكم كل حاجه. قول لنا يا معلم ايش عندكم؟ عندنا قهوه ماليزيه ما شاء الله، في نكهات، في كوكونات، في فانيليا، في سكر، في بدون سكر، كله موجود من هنا صح؟ السلام عليكم، ايش عندكم هنا يا جماعه؟ يلا ان شاء الله جزاك الله خير. نسمع منها كثير كشري مرحله مأكولات الى المخللات. ايش عندكم مخللات؟ السبابة جاي. ابو الاخضر الازرق ده. المخللات بعد اذنك؟ مخللات حاره وبارده. حاره زي هذه؟ اشياء لذيذه، فجج، زهره، بنجر، جزر، قطه. ثاني؟ صار حار، باذنجان اسود مكتوس، فلفل شرايح، فلفل طحينه، فلفل قلب بالليمون، فلفل مكشم بالثوم، سنبل وانبر.
عليكم. ايش عندكم هنا؟ هذه معجنات برازيليه. معجنات برازيليه. هذه اللي اول جابوني كذا طارفين. يا سلام شوفوا. هذه ايش هي؟ هذه كيجو نفسها محشيه موزاريلا. هذه محشيه موزاريلا؟ اربعه. ساتينة يعني ساتها هلا 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 والله كلامك ومنور في الساتيه. ساتيه لحم فلوس لا الدوق. هذا أنا الآن كبدة حق عيال السمان. سمان وكبدة إيش جوكم؟ المهم أحسن كبدة فيك يا منطقة كابتشر. هنا مسخن. سلام عليكم. شو بتبيع عمي؟ سخن. سخن الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. سخن وكبي. وزي سرر. وهذه بياناتهم ما شاء الله تبارك الله. عندهم أوردرات بالكامل. مسخن إكسبرس. واو. حنطول شوية لأنه هذا المكان على كلام الناس إنه هذا أحسن مكان في بسطة مع الشيخ وسيدنا سمير. سيد سمير كيف حالك؟ يا مرحبا. كفتة جورميه قلت لي إنه بدأ من أيام كنا كده. صحيح. ودحين موجودين أنتوا هنا كتاني ستيب اللي قدام الناس. إن شاء الله. وإيش كمان بتسوي سيدي؟ إحنا نسوي كيترينج. كيترينج؟ نسوي طلبات توصيل المنازل مكة جدة الطائف. ما شاء الله تبارك. أيوه. الله بتسوي هذه حاجة. أوه يا الله يوفقكم. آمين إن شاء الله. شوف يا جماعة كفتة جورميه literally التيست السميل ما في أحلى من كده. هذا المكان according لكل الناس إنه هو أطعم مكان في بسطة. أخيرا لقطهم بيسووا ما شاء الله الكفتة. هذه الطريقة حقت الكفتة. هذه جرين سالد وهذه حلاوة إنهم من رهيبين. عزيزي الدكتور اللي بتتابعني عارف ان انا سويت معاك العمليه جاتني طب ونفس ادوقه تكفى. احسن بطاطس فيكي يا بسطة ماركت. بسطة ماركت. لا سلام. شطه 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 حط شطه وكاتشب وتوم واي حاجه تبغاها. تعال انت ايش جالسين بتسوي دوبكم؟ سلاك. ايش؟ سلاك. وش ثاني؟ فشا. قل ايش بتبيع هنا؟ بنبيع سلاش ورق عنب وفطاير. ايوه. وتشيز كيك اللوتس وجلاكسي. ايوه. ايش المخللات؟ مخللات هنا في فلافل وفي هنا تراشي. تراشي صح والله انت صح. هذا من عيال ثغرة خالدية. شايفين كيف؟ الشباب زي الورد كانوا بيزعقوا. وين؟ دندنة يا دندنة! أحلى أحلى فشار عندنا! دندنة يا دندنة! أحلى سلاش عندنا! دندنة يا دندنة! دندنة يا دندنة! أحلى سلاش عندنا! دندنة يا دندنة! أحلى مخللات عندنا! دندنة يا دندنة! أحلى فشار عندنا! أحلى شباب بيبيعوا أحسن ناس موجودين في بسطة ياسين بيبيعوا هذول الشباب. الله يديكم العافية. فن الساتيه. السلام عليكم. إيش بتسووا؟ سوي ساتي. ساتي؟ يا سلام. شايفين؟ شفتوا روعة الساتيه؟ الله الله اطربني اطربني. يا سلام. ديها يدي انحرقت صح؟ ما سمعني عليه كله كله رجع.
الساتيه بيقدم الساتيه مع بطاطس شايفين والساتيه والرز، هذا ارقامهم ممتازين. شكرا والله جاتني هديه حلوه، شوفوا ايت مي هاو كان اي ايت يو. المهم احط لكم حسابهم من مره البرزنت. هذول العالم في البدايه يديهم العافيه، ايش حكمه الجمل ده ماني فاهم، بس المهم يعني في السعوديه جمل، لكن هذا غلط. اصور لكم هو تابعوهم. شوف الأمانة في تحدي بيني وبين هذا العفن. طيب أمانة أمانة، هو عنده حساب في إنستغرام ويقول لك إنه حسابه ما هو متحرك، والغريبة إنه أكثر من جد أكثر كيك بيتكلم عنه في جدة. تابعوه في إنستغرام وقولوا له إنكم من عندي عشان يعرف إنه أنا إني غيرت مسار دماغه هذا التنك. الحمد لله رب العالمين، سامحوني سامحوني جدا لو طولت ولا حاجة، أتمنى أنكم استفدتوا. بسطة واحد من أحب الأماكن بالنسبة لي بصراحة. أعتذر كل اعتذار للناس اللي ما قدرت أغطيهم، من جد ما شاء الله تبارك الله المكان كان مرة كبير وزحمة، لكن قدرت اللي أقدر عليه إن شاء الله. وشكرا شكرا شكرا ألف شكر لكل الناس اللي جوا سلموا علينا وجوا عشان خاطري للبسطة، والله على راسي. أصحاب محل كثير جو طلبوا مني أنه أنا أرسل لهم المقاطع حقتهم، كل الستوري اليوم حرفها في اليوتيوب. ريحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، أشوفكم بكرة.